السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمداً يملأ ما بين السماء والأرض، حمداً كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرام، بشرى لكم قبل أن نبدأ في موضوع كلمتنا. جاء في الحديث الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهنيئاً لكم حضور هذه الفريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه. وبشرى هذه خاصة بصلاة العشاء، بشرى لجميع الصلوات. من يأتي من بيته متطهراً متوضئاً لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، له بكل خطوة من بيته إلى المسجد كل خطوة تكتب له حسنة، وتحط عنه بها خطيئة، وترفع له بها درجة. هذا فضل الله عليكم، فاقبلوا فضل الله وأقبلوا على الله. أيها الكرام، حديثنا الليلة مع قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة النور. كم رقمها؟ 19. ما هو موضوعها، أو ما هو السياق الذي جاءت فيه؟ جاءت هذه الآية في سياق حادثة الإفك، حينما رميت أمنا الطاهرة المطهرة عائشة الصديقة بنت الصديق، حينما رميت بالزنا مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه من قبل المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى هذه الحادثة، تولى كبره في هذه الحادثة. الحديث في حادثة الإفك سيطول، لن نتحدث فيه، لكنها هذه الآية جاءت من ضمن التوصيات للمجتمع المسلم. يعني الآية وردت في سبب خاص، لكن هناك قاعدة عند أهل العلم أن إيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صح أنها جاءت لسبب خاص، لكنها عامة للمجتمع المسلم إلى أن تقوم الساعة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الذين قالوا المراد به عبد الله بن أبي وبن سلول ومن معه من المنافقين، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يراد بها عائشة والذين معها، والذي معها اللي هو صفوان بن معطل رضي الله عنهم أجمعين، الطهرة أصحاب العفاف. لكنها جاءت عامة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن المجتمع المسلم مجتمع طاهر نقي، والله سبحانه وتعالى يوجههم بهذه التوجيهات. قال: إن الذين، اسم موصول، والاسم الموصول عند أهل الأصول يدل على العموم. يحبون، المحبة مقرها وين؟ في القلب. هل تظهر؟ إذا ظهرت علاماتها. لكن ندري إن فلان يحب؟ ما ندري إنه يحب إلا إذا ظهرت علامات هذا الحب، صح ولا لا؟ إن الذين يحبون أن تشيع، شوف اللفظ القرآني، أن تشيع، الإشاعة معناها الانتشار، شاع الخبر يعني انتشر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الفاحشة هي كل ما استقبح من الأقوال والأفعال،
أو كل ما عظم استقباحه من الأقوال والأفعال فهو فاحشة، وإن خصصت بالزنا لشناعته، لكنها تشمل كل ما فحش وساء من الأقوال والأفعال يسمى فاحشا. يقولون فلان يقول قولا فاحشا يعني بلغ في القبح مبلغه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني في المجتمع المسلم في المجتمع المؤمن، لهم عذاب أليم. لاحظ ما قال عذاب سكت، على عذاب أليم مؤلم موجع. كيف هذا العذاب الأليم؟ قال في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قالوا الحد الجلد 80 جلدة لأنهم قذفه، وفي الآخرة الله أعلم به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذابه، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم كذب هؤلاء المنافقين وعفة هؤلاء الذين رموا بالزنا، وأنتم لا تعلمون ماذا يراد بكم أيها المسلمون. وأيضا وأنتم لا تعلمون ما في قلوب هؤلاء المنافقين. نسأل الله العفو والعافية. إذن الله سبحانه وتعالى يشنع في هذه الآية على إشاعة الفحشاء. يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فقط مجرد محبة، فما بالك بإشاعتها؟ مجرد أنه يحب، ما أشاعها لكن يحب أنها تشيع، فما بالك بمن يسعى لنشرها ويجلب بخيله ورجله لنشر الفاحشة في الذين آمنوا. المجتمع المسلم كما قلت مجتمع طاهر لا يفيض إلا بالأخلاق الطاهرة، وأهل المجون والفجور لا يريدونه كذلك، يريدون الفاحشة أن تشيع في هذا المجتمع حتى يحلو لهم ما يفعلونه. لذلك يقولون ودت السارقة ودت الزانية لو كان الناس كلهم زنا عشان ما حد يعيرها، وود السارق لو كان الناس كلهم سراقا، يبقى الناس كلهم حرامية زي ليش؟ عشان ما يعيرونه، يصير المجتمع كله. طيب لماذا يحذر الله سبحانه وتعالى من إشاعة الفاحشة؟ إشاعة الفاحشة في المجتمع فيها تهوين لها في قلوب الناس، حتى يصبح المجتمع معتاد على هذه الفاحشة وهذا المنكر، وتشرب القلوب بها فلا يعاد لها إنكار، ولا يعني الناس يستنكرونها، تصبح أمرا عاديا، كل الناس يفعلون هذا، فتصبح هينة في نفوس الناس. لذلك حتى وإن وقعت الفاحشة المسلم يمنع من نشرها. أبو حنيفة رحمه الله تعالى شو يقول؟ يقول الفاجرة لا تستنطق بفجورها، استنطاقها إعلان لفاحشتها. حتى لو وقعت الفاحشة ينبغي أن لا ينشرها المسلم. ليه؟ لأن المجتمع مجتمع ستر، مجتمع المسلم مجتمع ستر. من ستر عبدا ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. مجتمعنا يحث على الستر، فلا ننشر الإشاعات مهما كانت، وخصوصا الفواحش مهما حصلت. أنت لا تريد الفضيحة لنفسك فأيضا لا تريدها لغيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا ترضى الفضيحة لنفسك أيضا لا ترضاها لأخيك. سواء كانت هذه الفاحشة وقعت من شخص تعرفه أو لو لم تقع، لا يجوز أن تتحدث فيها أو أن تنشرها، حفاظا على قيمة المجتمع، حتى لا يقال بأن هذا المجتمع المجتمع المسلمين كل فواحش. انظروا اسمعوا. لذلك نحن في زمن نسأل الله العفو والعافية أصبح نشر الفاحشة من السهولة بمكان، جوال، تغريدة، رسالة، نشر صورة، نشر مقطع فاضح، نشر كذا نشر كذا، حتى يصبح المجتمع مستمرئا لهذه الأمور، حتى يعني أصبح الناس يرونها وكأنها أمر عادي.
وهذه من البلايا بالمجتمع. لذلك الأجهزة وأجهزة وسائل التواصل الاجتماعي التي بين أيدينا ينبغي أن نكون حذرين في استخدامها. ليس كل ما يأتيك تنشره، وليس كل ما تسمعه تقوله، ليس كل ما يسمع يقال. في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما هو كل شيء يأتيك تنشره، ولا كل كلمة تسمعها تتحدث بها. ضبط اللسان مطلب. بعض الناس يجاهر بمعصيته، وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وش يسوي؟ وش يسوي؟ يأتي يعصي الله سبحانه وتعالى في الليل ويصبح وقد ستره الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا فلان، أما تدري ما فعلت البارحة؟ فعلت كذا وكذا. فيصبح يكشف ستر ربه عنه. هذا خارج من العافية. كل أمتي معافى، حتى العاصي معافى، إلا من يجاهر. كيف الله يسترك ثم تكشف ستره عنك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فيا أيها الكرام، كما قلت لكم، لنحرص على أن يكون هذا المجتمع مجتمعا طاهرا نقيا. ليس هناك من البشر غير الأنبياء معصومون من الخطأ والزلل. كلنا ذاك الرجل الذي يقع في المعصية، يقع في الخطأ، لكن الإنسان يستر على نفسه ويستر على إخوانه. لا يشيع الفاحشة في المجتمع، ولا يشيع المنكر في المجتمع. ينكر، نعم، يستر على إخوانه، نعم، والستر على المسلم إعانة له على الشيطان. لو أن إنسانا وقع في فاحشة وستر نفسه ثم جاء من يفضحه، ما هو موقف هذا المستور؟ ربما تأخذه العزة بالإثم فيتمادى في منكره. ربما كان يريد أن يتوب، فالناس خلاص عرفوا، خلاص ليش أتوب؟ يبدأ ينشر مجتمعه فاحشته في المجتمع، ولا كأن شيئا حصل، خلاص الناس عرفوا، ايش عاد بقي أستر؟ فلذلك نعرف أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، أمر بالستر وجعل عليه الثواب في الدنيا وفي الآخرة. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله وين؟ في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر لكم حسن استماعكم وأنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، الهادين المهديين، غير الضالين ولا المضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه البلاد، وأن يرحمها برحمته، وأن يعز أهلها بالإسلام، وأن يعز ولاتها بالإسلام وبالدين، وأن يعزهم بالإسلام وبالدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.